معنا في الحوار، في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة. لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة، وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة. وسعينا للعمال تبتل نفس مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نبولة. وسعينا للعمال تبتل نفس مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نبولة. وبين العالمين احنا بين العالمين دولة تبقى الأولى. تعرف يا فضيلة؟ ها؟ قطعة طمرت حق هيدي؟ ايه انا ذا بيعها. قول والله رضيت. والله لانه صراحة قد يعني الوضع اللي نحن فيه ده لازم الواحد يستثمر. يعني كان جابت لها زي 400,000 كذي. نقوم نشتري لنا توك توك. ب 250 قالوا توك توك. ال 150 دي نقوم نمشي نشتري بقطعة في حتة ثانية. رأيك شنو علي قبل؟ ايوه نبني لنا اوضة صغيرة كده ومعاها برندة. هذين جو القرش منين؟ اقول لك كلام؟ أه. انا السواسرة بعرفهم، بعرف لعبتهم. هم قالوا لي جو معمول، لكن شيل يجيب لها 600. 600 ضعف؟ 600,000 جنيه ينطح جنيه. ليك علي نشتري ركشة وتوك توك. الركشة دي نخليها مشاوير لنا بكتير. ايوه الفاتحة القريبة، البكر القريب. ونشتري قطعة ونبدا نبني فيها. وطينا برندة ظراف كده. اي أيوة والله كلامك سمح بالحيل. لكن اقول لك كلام. الريال الدولار ما ارتفع. اصبح هذول قطعتنا دي بتنبح نبيه. الدولار ده كان قال كده قام زراعه فوق ثاني. هذا ولا هذا القطعه دي قال من 700 ل 800 ابي نبيعها. اصلا ممكن انطيها. وليك علي القطعه دي جبت 800,000. عملاقه ذهب من هنا. ليه هنا؟ كثيرة اللي هنا صح؟ لا ما كثير عشان كشكش بين النسوان. هاي والله شفتي تمشي كدي تاني تمشي كدي بس كشلو كشلو كشلو. هاي زولة الله يمتعك متعة والله أريحك راحة فضيلة. أسوق تساقط ونشتري لنا بوكسي. بوكسي أفضل؟ أنا جاتي نفسي أركب البوكسي المشخة 83 على الشرق. وبتبدا الناس سوق أفضل؟ سوق شنو؟ البوكسي. البوكسي جديد هذا ولا سوق شنو هذا؟ تكسري علينا كمان؟ والله افضل ما بكسره. يا هذول انت فين وطاب تعرفي تمشي؟ مشيك ذاته والله زي دق العكاز الركب. كتك كتك كتك. انت عارف هذا البوكسي ده خطره بيكم؟ ماني عارفه. خطره بيش الفلامي هذول البوكسي ده مالي والله هو جازف معاه. وتي تسبقيني خالتي عيانه وعمتي عيانه وكل يوم مزاحمه؟ افدك لي والله. اقول لك شيء افضل؟ قول القطعه دي جابت لنا 1,500,000. مليار مصدر. عارف نشتري شنو؟ نشتري لنا جامبو كبير. واقول كدي اقعد قدام اسوقه. اجرب يا شيخ فضيله. مليار ونص تقال قطعه دي مني. اجرب. هيك مسجلات. كيف الحال؟ والله الحمد لله، كيف هذا؟ ان شاء الله طيبين؟ تمام والله بخير الحمد لله، اخبارك شنو؟ والله الحمد لله، ما شاء الله، سماسره يا زول، قروش جد. عربيه مبروكه يا اخي. الله يبارك فيك والله. قول لي عندك قطعة دار تبيعها؟ هاي والله فكرت في الموضوع ده. بيتجمل ميدان السنجل؟ ها؟ سنجل فاتحة في 3 شوارع. هاي هاي صحيح صحيح هاي. لا إن شاء الله بتتباع. الله إن شاء الله يا أخي، والله ترى عارضنا. بس طول عليها بالك شوية. مطول بالي هذول. هو داير فيها كم؟ يعني 700 كذي. 700 كثير ما بتجيبها لك. ها؟ 500 بتجيبها لك بس سهل. لا 500 ما ببيع هذول، أنا ما القروش ذات عندي لها غرض. لكن 600 اخر كلام يا اخي، عليك الله يجيب لي فيها 600 بس. غايت اصبر عليه فيها شويه كده ان شاء الله. لا صابر تب. بس ما تفتح دريبات كثيره. لا بس معاك انت نص ما ندي عزول. لا ان شاء الله يعطي بعد تب. لا خلاص عديله تب. ان شاء الله. الله يكرمك يا اخي. امر عليك ان شاء الله. لا عديله رايك انا. لا ان شاء الله. ما تتوخر عليك الله. الله يبارك فيك يا اخي. شوف يا فضيل، انا قطع الارض دي انا بعشق فيها عجوه تشكرني فيها لحد ما تموت. شوف يا عبد اللطيف. أنا قد أعطيها ده ورقة كامل، شهادة بعثة وحاجاتها كلها، أنا ما علي أي شيء، أنا ورقي نظيف وقطعة دي موقع سمح، ما ب 600 ما برضاها والله، 600 دي صعبة برضاها هذول. شوف يا فضيل، أنا بجيب لك فيها 700 كاش جنيه ينطح جنيه. 800 أنا داير في قطعتين 800، دايرين أهلها سنة، ما كنت دايرين السوق فاتح هذول. السوق كاشف فيها فضيل والكاش فيها معدوم ولا يا مادة؟ اللي عندي مادة طيبتهم على قطعتي داير فيها 800 والله صراحة. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف؟
كيف حالك؟ طيبين يا حبيبي. الله يكرمك. تفضلوا. بارك الله فيك. يا سلام والله. تمام والله حبيبي. عليكم السلام يا ولدنا، كيفك؟ الحمد لله. أنا طيب. الله يبارك فيكم يا فضيل. نعم. طبعا دول الشباب اللي كلمناك عنهم، ده واحد منهم وجاي يمثلوا. تعجلوا؟ تفضل. احنا كان دارين كفالات المشروع الخيري. هاي كلموني؟ مستوصف. جلالة المستوصف؟ هاي. لا والله كلام سمع. والله يا اخي المستوصف ده طبعا يعني في قطعتين، اذا كان على انه يعني جابت لها 800 مليون. ها؟ 800 مليون. يا فضيل. هاي. الناس دي قاعد تقطع من جلدك. الناس دي المغتربين دارعين للشباب دي. ناس الحين مساهمين. اي زول على قدر استطاعته دافع للناس زي القروش دي. يعني عمل خيري كده وتكاتف كده يعني. بالضبط كده. يا سلام يا اخي. يعني انت زول قدامي ونحن زول ده جابنا عشان نقيف معاه، يعني ما جايين سمسره. انا بالاخير ده بيستفيد بغض النظر عن سمسره ولا ما سمسره. كلامه صح. كلامه صح، يعني انا استفيد. يا فضيل. هاي لكن هذا الشيء اللي جاب 800 دول. يا فضيل. صاحي ارضك في حته ممتازه. سنتر يعني. لكن شوف يا فضيل، 17 غني بيستفيدوا اذا اتعمل مستوصف في ارضك دي. 17 غني. يا زول اقرب مستشفى للغوره دي 3 ساعات ونص. طيب بعيده خالص. بالعربيه. بعيده. اما في الخريف يا فضيل جلس معاه بيحكي لي الولد ده، جلس معاه تبكي تبكي مجموعه. لا حول ولا قوه الا بالله. والمشاكل دي كت بتحلها لو قطعه طرد دي؟ قطعه طرد. يا زول. هاي ده كلام ثاني. الجلد انا بصقعه، الجلد انا بصقعه، ما توسوس اتكلم كلام العدل. يبقى من ليوه من ليوه ما توسوس اتكلم كلام عدل. اسود ده بالاخير سيد الحق وانا عايز يستفيد. بقول لا معلش، يعني انا ما داير اكسف كله، لكن ايش دي 900 مليار. مليار الحبوبه. لا هذول هذول مليار. عارف المليار ده يعني شنو؟ يعني مليار. وعارف المستوصف ده يعني شنو؟ حيخدم غرى كثيرة يا فضيل. مصلحة عامة يا فضيل. مصلحة عامة. والأرض حقتك. والكلام حقك. أنا صراحة يعني المليار ده المليار ده مو كلام بلا. أقول لكم كلام. نعم. مليار ده في الدنيا براي صح؟ فعلا والله. قطعة الأرض اللي فيه 17 غنية. 17 غنية والله. هاي عشان كذا يا اخوانا. انا ما عندي احلام كمان دايره حقيقه. فعلا. وان شاء الله ان شاء الله ربنا يسهل. امسك عجلة. عجلة هاي حنسجلها باسمك. لا 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 اسمي ما تجي وسيرتي خالص. اكتب فضيل وتفضل وتفضل مولع فاعل خير. في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولة وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة بين العالمين احنا بين العالمين دولتنا تبقى دولة.